عندك طاقة للحب تستطيع أن تحب بها حتى الأعداء. أما المسيح وصلنا بالوصية دي يعني من فراغ، قال أحبوا أعدائكم. طب يا رب إزاي؟ قال طب أنا هخلقك جديد وهديك إمكانية القلب الجديد وإمكانية الخليقة الجديدة تقدر تحب بيها حب المسيح للعالم، نفس الحب. عشان كده بقولك إيه الملامح، إيه الشكل بتاعنا من جوه، شكل المسيح تماما. لما تقول مثلا المسيح الوديع متواضع القلب، اهو ده شكلك، انت شكله، انت مولود منه. لما تقول طبع المسيح غافر الخطايا متحنن على الخطاة، طبعك الجواني كده من طبع المسيح. أخلاقك المفروض تستمدها من أخلاقه، صورة المسيح منطبعة فيك وانت مولود منه، وهو صورة الآب غير المنظور، بكر جميع الخليقة. عشان كده بنقول إيه؟ يعني المسيح بالنسبة لي هو الأصل للصورة. الإنسان مخلوق على صورة الله، فالأصل بتاعه إيه؟ الله. مخلوقين على صورة الله، مولود في المسيح يسوع لأعمال صالحة، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. حاجة جميلة. لما يتغرب الإنسان عن إنسانه الداخلي والخليقة الجديدة هيعيش بإيه؟ يعيش بالبراني. لما يتغرب عن الولادة الداخلية الجديدة، الولادة الثانية، يبقى هيعيش بإيه؟ قال هيعيش بالولادة الأولى. طب وإيه الولادة الأولى منين؟ قال من الجسد. المولود من الجسد جسد. طب واحد بيعيش بجسد وبس، يبقى إنسان جسداني، حاجة وحشة قوي. طب ايه ثمر الجسد؟ ثمر الروح محبة، فرح، سلام، لطف، وداعة، صلاح، طول أناء، حاجات دي. طب أما ثمر الجسد ما انت عارف. فلو ان الانسان فينا ما وعاش نفسه من الداخل كإنسان، كابن لله، مولود ثانية، مخلوق خليقة جديدة، هيعيش بالقديم، والقديم كله خناق وزعاق وفرقة وبغضة ونجاسة وكبرياء وطمع. هو ده، هو الجسد كده. الإنسان الجسداني زي الحيوان، يفرق إيه؟ بالعكس، عنده عقل فبيعمل الشر أوحش من الحيوان، ويعمل العنف أوحش من الحيوان. الناتج من الجسد إيه؟ موت. الناتج من الروح إيه؟ روح. من أجل هذا أحبائي، العمل الكبير اللي لازم الواحد يعمله إنه يقعد مع نفسه كتير ويكتشف النعمة اللي فيه دي كتير، شخصيته الداخلية وولادته الجديدة والخليقة الجديدة دي، ويمرن نفسه إنه يعيش بيها. قول عايش إزاي؟ عايش زي ما الدنيا عايشة. طب ده غلط، زي ما بقيت الناس عايشة، زي ما طلعت في الدنيا وبعيش. قال لا لا لا، نحن لما بنولد العيل من المعمودية بنسلمه لحد يكون خبير في الحياة الروحية اللي بيسموه الإشبين، فيعلم المخلوق جديد ده، يعلمه المشي زي الجسد. احنا بنعلم العيال المشي والكلام، فبيعلم الانسان المولود في المعمودية المشي في طريق الروح، علمه المشي، علمه السلوك.